أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الواجب على المستفتي عند تعدد الفتوى، وهل تعد الفتوى من الاختلاف في الدين؟ أولا، ما ينبغي للإنسان أنه يكثر الأسئلة للعلماء في مسألة واحدة، يسأل هذا وهذا وهذا عن مسألة واحدة. ينبغي أن يختار واحدا ممن يثق بعلمه وبدينه ويسأله ويعمل بقوله، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اختار واحد ممن يثق بعلمه ودينه ويسأله، ولا يسأل الآخرين إلا في مسائل أخرى لا بأس، أما مسألة واحدة يسأل عنها عدة مشايخ سيحصل شيء من الارتباك، يحصل شيء من الارتباك والاختلاف. فالعامي يختار واحدا ممن يثق بعلمه ودينه ويسأله ويعمل بما يرشده إليه، لأن هذا وسعه، هذا ما يستطيع. أما طالب العلم عند اختلاف الفتوى وعند اختلاف الأقوال، فإنه يعرض الفتاوى ويعرض الأقوال على الأدلة، يعرض على الأدلة من الكتاب والسنة، فما وافق الدليل أخذ به من الفتاوى والأقوال، وما خالف الدليل تركه. هذا إذا كان طالب علم استطيع أنه يوازن بين الأقوال وبين الأدلة. أما العامي اللي ما يعرف، فهذا يختار واحد ممن يثق بعلمه ودينه ويسأله ويكتفي بسؤاله.